لا جاء بدون وطن بدون عالم غير عالمه. شو في عندي شيء؟ اسأليها شو صار. لا تحية لا تحية الموجودين الشباب الموجودين بالزعتري اللي بلا شرف. بس تولد ليلى أنا أطمن عليها إنه بخير إن شاء الله. إني بدي أحاول إني أنزل. أبو أحمد شو بدك تسمي صغير؟ عبد الله. هي على الصلاة. قام الصلاة قام الصلاة الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. وهذا من اليوم وباب التسجيل مفتوح. هذا الشارع لم يعد يختلط كالسابق. سنرى في هذا الشارع الامرأة والرجل العاجز. باب التسجيل مفتوح. اي شاب يذكر تواريخ عن التسجيل ويحمل اختصاص عسكري ويذكر هذا الشخص سيطبق عليه حكم الخيانة. حكم الخيانة سيطبق على هذا الشخص في درعا. هذا يومكم وهذا زمانكم. سدوا همتكم. تكبير تكبير. عسى سوريا ويسقط بشار الجاحس. 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 عاش السوري يلا. عاش السوري يسقط بشار الأسد. 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 عاش السوري يسقط بشار. أنا بس أقول له وياه وبدأ تجيب الماتور يرتبني وأنا قدامه يرتبني أبوي وراي وأنا قدام أبوي وأطير الماتور من دور دوريت شينو قد عصيبات تيجي تتبع وبلشو رش بالليل إحنا ونايمين نروح الفجر. فجر بلشوا يصفوا ونروح اللاظة القبو الفجر وانا القبو يطلع من اللاظة مو هم اللي من الدار واحنا نركض اللاظة. لما ضرب الصاروخ كان يعني هو ضرب من غربينا احنا بالبيت من غربينا ضرب اجى بين السجر وحياة الله حسيت الصيبات والغرفة اللي احنا بنطلع منها رج ضحى من وقتها حسيت اني انها صار عندها سمعها خفيف كثر ما زعقت من الخوف. الله ماتوا خمسة كمان هاتوا خمسة النسوان فوت نبتن والزرم النسوان دور والزرم دور يبتن قلوا بطوا صوتكم ما رضين يبتن صوت آخر الدنيا يجي كل الحاضر. والله العظيم يقعدوا من النوم والله عن جد يعني الابتسامة وجوههم عطول. بس الواحد لما يشوف القصف والموت يسمعوا فيه ما كانواش يعرفوا شو الموت. أولادي ما كانوا يعرفوا على فكرة يعني بس لما شافوا جدهم وأبوه وغير ساي جدهم وعمهم
صار يقولوا حصرتي بكره بنموت احنا ايش بكتلنا بشار امن بشار ايش بنصير احنا الله يرحمهم. وانه يكون هناك العقل لدى الدول الاقليميه والحكمه بالانصياع مثل ما ذكرت لرغبات الشعب السوري. واحنا نعرف انه لن ينصر رئيس بالقوه او بالدم مهما والله مدى مش انا اولادي وجوزي والله هذا اللي بحاجتي مش مستعدة اني اخسر اولادي وجوزي بنفس الوقت كيف اني خسرت ابوي واخوي يعني كلنا سبعدنا عن بعضنا كل واحد صفى ببلد الله لا يسامح بشار اهلي ببلد وحماتي ببلد كمان حماتي غالية علي هاي هسه مفيدة كمان روحت هي ومحمد محمود وسجى وولاده هاي اليوم طلعوا اروح طقت روحي يا زلمة ولا طقت روحي محمد ما هيش راضي تنقلع تنظل هي تطلع لبرا ولا هي راضي تقعد اذا بدي اروح امبارح حكيت تلفون على سوريا لما بقول استنى بس 10 ايام اقعد 10 ايام بس امبارح تعرف انت كم واحد مروح؟ 4000 واحد 4000 شخص اللي روح 4000 عيله وبعدهم مش موصلين سوريا وكل يوم بدهم 4000 يعني عيله طلعت على الاردن اللي برا والعيله كلها سوريه ما قدروا يعيشون ما البيت بدهم 250 دينار واللي 200 وما يدفع لي مصاري ادفع اطلع لبرا وادفع اجارات واكل وشرب وسكن وهذا يعني غصبا عني قاعد هون بس انا اللي بصبر نفسي وبحكي على سوريا قصف 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 حرق قصف حرق حرب انا بدي افل بدي اروح بدي اروح بس هذول الاطفال هاي وين بدها تروح؟ يعني اي طفل سوري تقدر تقضى به يظل محشوك؟ بينفجر بطق هذا الطفل مو الزلم الطفل طيب الطفل اذا ما لعب اذا ما تفضفض اذا ما راح اذا ما اجى بطق وبنفجر هذا اللي مخلي حتى السوريين كلهم يقعدوا هون اطفالهم بس بس لقوي لقوي مي لقوي شوي شوي عبودي تحممي تحممي عبودي يلا يلا تعال كل 10 أيام مرة واحدة ما فيش مي مين ده حمامه كل يوم ولازم الطفل يوم أي يوم لا يتحمم أخص بالشوب هاي بس شو بدي اعمل بدي اختصر يعني مشان المي اعطيني الكاس اللي كان هو مين اخذ على كذا حاسب على ده يلا اعطيني كنا ببيتنا بسوريا كل ساعه يتحمم مش بس كل يوم كل ساعه يتحمم كل وقت اخص مع الشوب ها محمد كان بدي يتحمم ما خليته والله ما فيش مي بسم الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم
ملينا من القعود بالزعتلي، ملينا من الوعسخ. أني دا راح أعيش بسوليا أني. داده داده يوك يوك. لازم كل يوم الصبح نلاعبه ننطزه مشان يكبر يطلع قوي يقتل بشار. يلا روح لعند بابا. يلا 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 يلا. هي ثورة أطفال. أول ما قامت ثورة أطفال، يعني أولاد. يعني الولد كيف ما كان بيظل صغير، ولد اسمه ولد. يعني هسه ابني أول ما جيت على المخيم لهون صار مخيم هون في بجنبنا بلد اسمه الزعتري، قرية اسمه الزعتري. صار فيها عرس، العرس صار يقوسوا ألعاب نارية. الولد يوم أنه يوم ما جينا يوم سمع صوت الإطلاق الألعاب النارية يفكر قذايف. أولادي أنا يحط يناموا بالفراش يحطوا عليهم حرامين ثلاث عشان ما يسمعوا صوت رصاص. ما يفكروا أنه يابا خذنا على الملجأ، يابا هذا صوت عرس مو صوت قصف. قال لي لا يابا في صوت قصف، يعني بعد الخوف مزروع بقلبه. يعني هسه اذا روحنا على سوريا وخلصنا من بشار وهذا صار عندنا اعراس وضربوا العاب ناريه بده يخاف الولد، مو بس الولد والكبير بده يخاف، بده يفكر انه في بعد القصف. اما طبيعته انه يرجع لطبيعته الاوليه مستحيل، شيء مستحيل هذا. Yeah.